ماشية وساعتي مش مظبوطة، من فين رايحة ما كنتش عارفة، يعني ماشية وأنا مبسوطة، ماشية بخطوة ما ليش خايفة، ماشية وساعتي مش مظبوطة، من فين رايحة ما كنتش عارفة. من أحلى الحفلات لأنه أنا دي أول مرة في حياتي للقلعة، وسعيدة جدا بالاستقبال ومش بمجاملة، يعني مش بيجاملوني، تحس انهم بيحبوني قوي، فكنت فرحانة بصراحة قوي قوي. كنت مبسوطة جدا بالحالة الفنية الإبداعية لوزارة الثقافة اللي هي بتعمل الحدث، مبسوطة بالنقل المباشر، دي حاجة جميلة من قناة الحياة، ومبسوطة كمان انه بنشوف السياحة في بلدنا بشكل مباشر وغير مباشر. يعني القلعة دي حاجة جميلة جدا ان احنا نشوفها كتاريخ.